إذا خلينا نحكي هون عن elements of manipulator arms. إذا أول شيء لازم نعرفه هو forward kinematics. forward kinematics بعرف الجوينت سبيس وبدي أطلع منه كارتيجن سبيس. إذا from joint space إلى كارتيجن سبيس. يا شباب اللي بيحكوا ورا، إذا هاي أول شيء. يعني اللي سألني الشاب اللي سأل هون، أنا عارف الجوينت سبيس، عارف إيش الزوايا، راح أضبط الزوايا كلها وأشوف إيش بيطلع معي في النهاية. وهذا سؤال يعني مشروع، بس مش السؤال المهم. السؤال المهم هو الانفرس كينماتكس. إذا الانفرس كينماتكس هو from، فأنا عمالي بقول أنا بدي أحقق هذا البوزيشن والأورينتيشن أو بوز في الفضاء. إيش هي الجوينتس المطلوبة؟ جوينت سبيس. ايش الوضعية اللي لازم احط فيها المانيبيوليتر ارم حتى يحقق لي هذا الكارتيجن سبيس؟ هذا الفرق الاساسي ما بين الاثنين. ايش كمان الاشياء اللي حكينا عنها؟ اذا قلنا مثلا الجاكوبيان ماتريكس، والجاكوبيان ماتريكس بتربط السبيدز في الجوينت سبيس مع السبيدز في الكارتيجن سبيس. لينكس او ريليتس. Speeds in joint space. وهذا مهم لأن هذا بعطيني السرعات. حتى أحقق هذه السرعات في واحدة منهم قديش لازم تكون السرعات في الثانية؟ والكل متذكر الجوينت سبيس، ها؟ الجوينت سبيس مكون من ثيتا 1 ثيتا 2 لحد مثلا ثيتا 6 جوينت سبيس، في حين الكارتيجن سبيس كارتيجن سبيس هو عبارة عن X, Y و Z كبوزيشن. وإذا بدنا نحطهم يعني نحطهم ثلاث زوايا مثلا جاما بيتا ألفا كزوايا، وهذا بعطيني بوزيشن وبعطيني أورينتيشن. إيش كمان في عنا؟ Path Planning. والباث بلانينج ما بعطيني بس الستارتنج بوزيشن والفينشينج بوزيشن، بعطيني البلانينج ذا باث ان بتوين. اذا بدي اعمل بلانينج لباث بين نقطتين حتى انتقل من النقطه الاولى للنقطه الثانيه، ايش هو الباث اللي بدي احققه؟ لان احيانا بكون في عندي اوبستكلز، احيانا مش مشكله اوبستكلز، بكون انا بدي مسار معين. لو بدي ارسم شكل معين، بدي احفر على شيء معين، اوكي، مش بدي مسار محدد امشي فيه. يعني برفع القلم او برفع الدريل، باخذ الدريل لمكان معين وبعدين بدي احفر شكل معين، ارسم شكل معين. هذا الشكل بتطلب انه كل الزوايا هاي تكون سينكرونايز بشكل صحيح حتى يتحقق عندي هذا المسار. اذا هون بدنا باث بلانينج. كمان لازم ناخذ بعين الاعتبار الداينامكس. الداينامكس ماتريكس بتعطيني required. سلهب اللي بيحكي، سلهب اسكت اذا سمحت. required torques to achieve high speeds. حتى احقق high speeds لازم ايش التوركس المطلوبه للمحركات حتى يتحقق معي. هدول الى حد ما بيتحققوا. حكينا عن شيء ثاني اظن هدول ذكرناه، وحكينا السنجولاريتي بسياق الحديث عن الجاكوبيان، حكينا عن باث بلانينج، حكينا عن داينامكس ماتريكس. تقريبا هدول الاليمنتس الخمسه الاساسيه